ahlus sunnah hum a'da'ul irhab. هم الذين يحاربون الإرهاب دينا فيمنعون الإرهاب والإفساد على كل أحد. بلادي المملكة العربية السعودية بلاد على التوحيد وتعلي السنة وتمنع البدعة، الدولة الوحيدة على وجه الأرض التي تحارب الإرهاب عقيدة، ولذلك تمنع الإرهاب في كل مكان، كل دولة تمنع الإرهاب عنها، أما بلادي فتمنع الإرهاب عن كل إنسان، لأن دينها وعقيدتها توجب عليها ذلك. علماؤنا قد أفتوا بفتاوى تزلزل الجبال بتحريم الإرهاب. ما دورنا في محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن؟ أما العلماء فدورهم البيان وعدم السكوت وعدم المجاملة لأهل الأهواء وأهل الإفساد وأهل الإرهاب، بل يبينون الأصول الشرعية التي تدك الإرهاب دكا وتزلزل الإرهابيين زلزلة، يعلنوها ويبينوها ويقرروها ويدرسوها. وأما الأئمة والخطباء فواجب عليهم أن يتعلموا وأن يعلموا وأن يحسنوا البيان ويعلم الناس أصول أهل السنة، فإن أصول أهل السنة تمنع الإرهاب من أصله. أيها الإخوة، الشيخ أصغر طلب مني أن أختصر، وإلا ففي نفسي أشياء كثيرة، ولكني أقولها لكم يا معاشر المؤمنين، قولوها بصوت واحد وبصوت واثق: الإسلام بريء من الإرهاب، الإسلام يحرم الإرهاب. والله يا إخوة، بتجربة طويلة مع أصحاب الأفكار المنحرفة، أقول لكم إن الإرهاب إنما يخرج بسببين في الغالب، أما أولهما فالإجرام السابق، فالإرهاب يولد من رحم الإجرام. هؤلاء الإرهابيون وجدنا أنهم كانوا يتعاطون المخدرات، كانوا يعاقرون النساء، ثم تحولوا إلى هذا الباب. والسبب الثاني الغلو في الدين الذي حرمه الإسلام، وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أحبتي في الله، افخروا بإسلامكم واعتزوا بأنكم من أهل الحديث، من أهل السنة، فإن ذلك خير كله. وقفوا في وجه الإرهاب والإرهابيين، ولا تسمحوا لأحد بأن يسيء إلى دينكم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام والمسلمين. أسأل الله عز وجل أن يزيد أهل السنة اجتماعاً وثباتاً وخيراً وبركة، وأن يكفيهم شر الفرقة. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا.